السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم تيوسي راي مقطع جديد. واليوم اللي بنسويه بيكون مقطع دعم لاعبين فورتنايت العرب الجزء الثالث. راح نلعب لعبة بسيطة وحلوة مع الستريمرز. بس قبل ما نبدأ، امبارح في الستور نشرت لكم انه بيكون في بطولة لفورتنايت على 50,000 ريال سعودي، ومن هنا بشوفكم كيف تسجل في هذه البطولة. اول شيء روح لموقع mobilecup.com، بحط لكم رابط في الوصف عشان ما حد يضيع. بيوديكم على الموقع من هنا، وتقدر تسجلوا عن طريق انكم تضغطوا على هذا الزر، وبعدين تروح على ريجستر هير مثل ما تشوفون، ومن هالمكان تقدروا تسجلوا من هذه البطولة. بس قبل كل شيء لازم تكون مؤهل او يكون عندك المتطلبات اللازمة عشان تقدر تسجل. فانصحك تروح لعند رولز اللي هي القوانين من هنا، بيفتح لك صفحة كاملة فيها كل القوانين او المتطلبات لكل فريق عشان تشوف لو انك تقدر تشارك او لا. وبقول لكم بشكل عام انه لازم من بين البطوله بتكون سكواد، طيب يعني 4 لاعبين، فلازم يكون واحد من بين السكواد اللي يلعب معك، واحد بس على الاقل يفتح الستريم او بث مباشر. هذا شيء ضروري لان البطوله بيكون فيها نقل مباشر، فيحتاجوا ناس يكونوا فاتحين ستريم ياخذوا منهم الصوره، لان فورتنايت طبعا ما فيها نظام سبكتيت او مشاهده، فلازم واحد على الاقل يكون يقدر يبث البطوله من فريقك من السكواد، وغير كذا اتوقع تقدر تشارك. مثل ما قلت لكم بطولة موبايلي 50,000 ريال سعودي مجموع الجوائز، يعني شيء رهيب مرة. الموقع قدامكم هذا، الرابط بيكون في الوصف، شيكوا عليه. بدون ما اطول عليكم اخليكم على المقطع ومشاهدة ممتعة. اوكي، في البداية شوي مطفر، طيب في الدونيشنات ما راح تكون مرة توب، الدونيشنات بتكون كذا في حدود ال20 دولار، لو واحد سوى تحدي صح بنعطيه 20 دولار. التحدي بيكون عبارة عن انه يدخل عند الستريمر ولازم يقول الكلمة اللي تكون في بالي. مثلا لو كانت الكلمة اللي في بالي جزرة، لازم يقول جزرة، انا بعطي تلميحات، لو قالها ياخذ 20 دولار، ما قالها نروح للستريمر اللي بعده وكذا. اول ستريمر معانا ابو كيان. الكلمة السحرية بتكون مظلة، لو ابو كيان قال مظلة نعطيه 20 دولار، لو ابو كيان ما قال مظلة الحين نبدأ نلمح له ونكتب له شيء يشيله اليابانيين. حلو، ترى كيبوردي ما في عربي لهالسبب جالس الخبط. لان في اليابان عندهم مظلات بشكل كبير مره، لدرجه ان الواحد لما يشتري مظله ما يرجعها مع البيت، يتركها في الشارع عشان غيره يستخدمها او يشتري وحده جديده. في شيء يشيل اليابانيين مظله. سوينا الدونيشن، خلنا نشوف شيء. ايه، شيء يشيله اليابانيين. اي يشيله اليابانيين. ما حذر الحين بس اليابانيين؟ لا مو بس اليابانيين. اوكي خلنا نعطي تلميح ثاني، شكله ما اعرف. اوكي اريد ألمح له بس ما اريد اجيب كلمة المطل، انا بيعرفها على طول، فراح اكتب له شيء يحميك. اوكي ونسوي دونيشن. شيء يحميك. شيء يحميك سهلة، شيء يشيل اليابانيين، شيء يحميك. شيء يحميني. شيء يشيل اليابانيين وشيء يحميك. قنبلة نووية. ايش دخل؟ ايش دخل؟ ليه؟ ما يخسر. شيء يحميني يشيلوا اليابانيين. درع. لا اليابانيين يشيلون درع. كيف بوصل له؟ لازم تفكير. ماما؟ اوه شيت، في واحد كتبه في الشات يا شباب. خلنا ننتظر شوي، يمكن يجاوب عليها. قلت لكم ما اريد المح له اقول له مطر ولا شيء لان بيعرفه على طول. بكتب له قلت اليابان لان فيها عواصف. قلت او جالس يظن بعد. قلت اليابان لان فيها عواصف. نسوي له دونيشن، لازم يعرف شوي كذا، انا قاعد المح له من بعيد، فاهمين؟ لازم يعرف. البث صار كله كل واحد يفكر. اخطبوط. قلت اليابان لانه فيها عواصف. الحين واضحة، الحين واضحة مرة. لو ما عرف الحين خلاص نروح للستريمر اللي بعده. هذا والله كثير كاتبين مظلة كثير، شوفوا كثرهم. والله صعبها علي. في كيس يلبسونه عشان العواصف. لا يلا، كلهم كاتبين مظلة. مظلة يلا سهلة والله. مظلة؟
ممكن. اوكي اخيرا هي. ايوه هي. ها حلو سوينا له دونيشن. ها في احد لقى حل؟ خلاص لقيتها انت واضحه. ايوه مظلة. يس هذيك العافيه. سيوراي شكرا لك على الدونيشن. والله قال صح ترى مو يعني غلط. عفوا ثانك يو فيري ماتش. يس ثلاث محاولات جابها. يا والله من جد خليت فعلت ترى من جد شعللت البث الناس صارت تفكر. والله نسيت اخبركم شيء ان لازم المح للستريمر ثلاث مرات كحد اقصى لو ما عرفه خلاص اروح اللي بعده يعني اكثر شيء ثلاث مرات. الستريمر الحين اللي معانا اسمه ابراهيم لايف. طبعا جالس ادور الحين في اليوتيوب اشوف الناس اللي فاتحين ستريم العرب اللي عندهم فيس كام وشوي شوي بروح ستريمرز اكثر كمان. المهم ابراهيم لايف الكلمه بتكون اوكي بخليها كلمه ماوس اللي هو ماوس الجيمنج او ماوس الالعاب. لو قال كلمه ماوس ياخذ 20 دولار يسوون فيه فليكات. اوكي فليكات يعني واحد يمسك الماوس كذا وديها على اليمين بسرعه ولا يسار بسرعه مره هذا اسمه فليك. فعاد اول شيء دولار واحد يسوون فيه فليكات دونيت. اطلق منيتي يا ابوي فلكه يا مراحب. الله يقلع. شكرا والله شكرا. يلا ركز ركز معي ايش هو. قلوب اللي عيونه الاسطوره سيراي. اوه والله جالسين يعطوني قلوب مره وانا ما سويت شيء. طيب شكله ما فاهم اني جالس المح له يحسبني اسلم عليه ولا شيء. فراح اكتب له الحين تلميحه ثانيه يستخدموه في المكتب. يلا صحصح معي صار على البطولة لايتنينج. صحصح معي يلا دقيقة يسوونه فيه فلك. ايوه الله دقيقة روح طلع على بوت. لا دقيقة وش اللي يسوون فيه فلكات ويستخدموه بالمكتب؟ سهل يسوون فيه فلكات. ها ايوه يلا هو والله سهل. انا ما قريته والله. والله دقيقة يا اخي حطه ذا شو اسمه حطه ولد فور سكرين يا اوكي عشان اقدر ابدل. ماني انا قاعد افكر الان وش اللي ايوه يسوون فيه فليكات ويستخدمونه في المكتب. يسوون فيه فليكات ان شاء الله نقرتها زين. فليكات ايوه صح مرة مية صح في المكتب. الماوس ايوه الماوس اوكي الماوس صح ايوه الماوس هو يا قاعد يقول لي ماوس. اوه ماي جاد وين ذا. شكرا على التحدي اللطيف الجميل وشكرا على ال 25 دولار. ثانك يو الله يسعد. والله عرفه بسرعه مره بسرعه عرفه. دعم اسطوري للقناه. الله يسعدك. انت فاجأتني كذا. لا قل لي انه عندي لك تحدي شيء بعدين قل لي التلميحات وذي الحاجات. لا ما ينفع كذا على طول تلميح. ايوه كذا فلكات ويسوون فيه فلكات. شكرا 25 دولار الله يسعدك والله شكرا. وخلصنا من ابراهيم نروح للستريمر اللي بعده. ونروح للستريمر اللي بعده اتوقع رقم 3 اذا انا مو غلطان او 4 ما ادري صراحه. اسمه معاذ براكه. معاذ بركة اوكي اسمه معاذ بركة. الستريمر رقم 3 الكلمة السحرية بتكون مطاط. ما ادري كيف فكرت فيها لاني مركب مطاط للتقويم. فالكلمة السحرية بتكون مطاط. لو معاذ قال مطاط بياخذ 20 دولار. ما ادري ايش فيني قاعد ازود كل شوي. فخلونا نعطي تلميحات ويلا يا مجنون. سيراي شيء قابل تمدد وشو؟ ما فهم اسمك صعب اتركك من اسم الحين. شيء قابل للتمدد. سيراي بقى كذا يا جماعة والله العظيم نموت. سوينا دونيشن مرة ثانية دحين قاعد يدينا الغاز. بخش الشجرة ممكن شكلها يتغير في الخري. قال شجرة طيب شجرة شيء قابل للتمدد. قال شجرة غلط. خلنا طيب الدونيشن الثالث لازم نوضحها مرة.
اتوقع شجره. هب وش الشتكن ذا؟ وش ذا الشتكن؟ اوكي رفيق في ص... يا مجنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قوة لوفي في ون بيس. يلا حتى عندنا في اشياء اسمها قوة في البث هنا. لا فهمني. وضحته مرة يا شباب. اتابعه كان عرفت. ولا ما اتابع. معروف لوفي ون بيس مطاط حتى لو ما تتابع. الدونيشن يمكن. هذه حلو صح الدونيشن. قبل التمدد. قبل اول هذا شو اسمه؟ حط دولار بعدين دولارين بعدين دولارين. لا مو كذا مو كذا يا ربي. طيب نعطي تلميحة رابعة. اوكي نعطي تلميحة رابعة بس ايش بلمح له اكثر؟ شيء ممكن يرتد وما ينكسر ويسوي منه اشياء كثير. اكثر من كذا انا ما اقدر اوضح. قلت له شيء قابل للتمدد، شيء ممكن شكله يتغير. قوة لوفي في ون بيس يعني مطاط مرة. هذا كله عشان يقول كلمة مطاط. اتوقع مرة واضحة. خلنا نسوي له دونيشن. يا مجنون. شيء ممكن يرتد وما ينكسر ويسوي منه اشياء كثير. يسوي منه اشياء كثيرة. يلا يلا يلا. الكورة، الاسفنج، الفلين. لا مطاط. ايوه يلا مطاط. الحمد لله اني ما قلت لي كنت بقوله. السنايبر ما يبقى في مكان. اوكي شكلي وانا اسوي دونيشن هو قال كلمة مطاطة. اتوقع كذا في يعني لازم نحسبه كأنه فايز. يا شباب بنسوي له دونيشن 20 دولار ونقول له مبروك انه فاز وقال كلمة مطاطة. وتيتيني وي وي شوف فين الغلطة هم ويشيروا من الفلوس نسيتوا حاجة واحدة ما حد يسرق من باريتيوب كوبيرايتنا ونشوف اشتغل طفي على طول مسامحني حتى لو ما قلت يا سوري سريري. ها اوف كورز مسامحك بس انا عم اقول لك يعني من اول انه بتوقع اني قلت لا انا قلت اشياء متمطمطه كثيره ما قلت يعني ماشي ماشي عادي حلوه حلوه الاجابه اللي تبغاها صراحه تكفي بزياده. وباقي معنا 35 دولار تقريبا ومعنا اخر ستريمرز اللي اسمه سويت بانكيكس يعني فطار محلى لذيذه. مثل ما تشوفون الستريم اللي عنده شوي لقلق. تعرفون نحن لازم ندعم اللاعبين العرب. بنسوي له دونيشن بدون اي تحدي. اهم شيء اني سامع الصوت. Another dono. Oh dono. هاي هاي تتكلم عربي ولا انجليزي الحين؟ اوه ماي جاد. سيراي. شفنا الرياكشن. حلو اوكي. اوكي خلاص تعدل كل شيء. سيراي. وات سيراي. ترى سويت بانكينج في واحد يتابعني في البث اتذكره دائما. كان يجي عندي في الستريم. سيراي. سيراي شكرا على 34 دولار. كان مفروض تكون 35 دولار بس كنت دولار عشان سيو. شكرا يعطيك الف عافيه سيو. ثانك يو. وهنا نكون وصلنا لنهايه مقطعنا اليوم. شكرا للي شافوا المقطع لنا اخره. ان شاء الله يكون عجبكم. لو عجبكم حطوا لايك واللي مرحب بدعم يقدر يشير وكفعل الجرس. ان شاء الله نسوي سلاسل اكثر عن كذا بحاول لان تعرفون لازمها شويه صرف. واعتذر ان المبلغ ما كان كبير مثل اول في هذه المره. ان شاء الله المرات الجايه اكثر عن كذا. والمهم مثل ما قلت لكم شيكوا على البطولة اليوم. اشوفكم في المقاطع الجاية ومع السلامة.